تعالوا نبتدي على طول وناخد أسئلتكم على طول عشان ما نتأخرش عليكم. ومعانا الأستاذ صلاح من شبرا الخيمة. أستاذ صلاح أهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب بنسبة المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، وكمان 6 أكتوبر كمان الاثنين، وعيد 6 أكتوبر بالنصر لمصر وتحيا مصر. دول النصرين ما شاء الله، النصر نصر الله سبحانه وتعالى الإنسانية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصر المحروسة كمان. الله النزاهة ستك بقى يا فندم. أنا راجل كبير عندي 68 سنة، وتزوجت واحدة عندها 58 سنة كانت لسه بنت بنوت، وبعدين لقيت سيادتك بعد 7 سنين جواز هو سيادتك ممكن بس يا استاذ صلاح انا ممكن حضرتك بس تعلي صوتك شويه، معلش انا اسف لو ده ما يرهقش حضرتك. لا مفيش اي حاجه سيادتك. شكرا يا فندم. فهي سيادتك الزوجه بتقل لي دافع عليا وبتقول انا مش عايز اشوف اهلك هنا خالص، بعد الشر عليك. وطالبه بين الطلاق، واهلها بيشجعوها يقول لها تطلع وهتاخد معاش ابوها وهتعيش نزيهه ومش عارف ايه وحاجات دي يعني. فانا يعني كده الناس فاهمه النزاهه غلط قوي. اما انتوا بقالكم كام سنه جواز يا حاج صلاح؟ 7 سنين جواز. انا كنت ارمل 7 سنين جواز. انا بعد الزوجه ست ام احمد الله يرحمها ويحسن. فرق السن كام؟ نعم فندم، فرق السن حوالي يعني هي 62 وانا 68، يعني 6 سنين. 6 سنين طيب. بس بتقول لي انا مش عايز اهلك انا مش عارف، هي كانت واخدها يعني عندها دراعها. طب حضرتك بتسالني بقى تعمل ايه؟ ايوه يا فندم اعمل ايه سيادتك؟ هي طالبه الطلاق واهلها يقول لها تطلقها وحاجات دي وتلم علي وانا لوحدي سيادتك قاعد في البيت. هل هي بتقول ان في شيء من البخل ولا حاجه؟ ما فيش بخل حاجه، انا بدي مصروفها. هي بتقول ما بقولش انت اللي بتقول يا حاج صلاح، هي بتقول لا ما بتقولش البخل ولا حاجه، بتقول لا هي عاوزاني ما انزلش ولا اروح لاهلي هنا ولا هنا خالص، عايزه تربط. ما جايز عايزه تتأنس بيك يا حاج صلاح. ما تأنس انا وكلام وكل قالت انا عليها شغل البيت وانت عليك شغل ايه، تجيب لي الحاجات من السوق خضار والحاجات. طيب هقول لك تعمل ايه يا حاج صلاح. امرني يا بندم. بص يا حاج صلاح احنا ثلاث حاجات هنعملها لطيفه خالص. اول حاجه واضح ان انت الحمد لله ربنا يعني الحمد لله بتقدر تخرج كده، اخرجوا مع بعض كتير. الخروج من بعض كتير بيقربنا من بعض. هي لما تخرج مع بعض كتير هتلاقي مسألة الاعتراض على خروجك بيقل. هي طبعا بتقولك انا عامل شغل البيت وانت تروح تجيب الحاجة من برة، عشان هي حاسة ان هي مش هتقدر تخرج ولا حاجة، لا اشجعها ان هي تخرج. فخرجوا مع بعض، فكل ما تخرجوا مع بعض هي تحس ان انت مش بتروح تتبسط وسايبها هي قاعدة في البيت بكآبتها. الامر التاني احنا محتاجين كمان انت بتزور اهلك عشان تحس بالانتماء وتحس بالمحبة وتحس بده كله. خليها كمان نبقى نعمل حاجة، انت تروح مرة معاها عند اهلها وهي تروح معاك مرة عند اهلك. الحالة دي هتخلي المسائل تقل شوية شدتها وتقل كمان اعتراض على مسألة اهل حضرتك. امر التاني اعمل لها مفاجآت لطيفة، لان المفاجآت اللطيفة دي بتخلي الشخص اللي قدامي يحس ان ايه ده في لسه حاجات في حياتي مثيرة ممكن أعيشها. لو عملت الكلام ده أنا أظن إحنا جزء كبير من المشكلة هتتحل. لو عملنا ده وما اتحلتش المشكلة هنبقى منتظرين حضراتكم في مركز الإرشاد الزواج إن شاء الله.